السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي متابعين قناتكم الممتعة، أهلا بحضراتكم. النهاردة هنصنع مضخم صوت صغير يعمل باستخدام ترانزستور 13003. الترانزستور ده موجود في لمبات النيون، طبعا تقدر تستغل لمبة النيون التالفة إنك تستخرج منها قطعة ترانزستور. هنوصل أطراف الترانزستور، الطرف اللي على الشمال البيز كوليكتر إيميتر، هنوصل طرف البيز مقاومة قيمتها 1 كيلو أوم، وده هيكون مصدر دخول الطرف الموجب للبطارية، وهيتوصل بالطرف للسماعة، الطرف الآخر للسماعة هيتوصل بطرف الكوليكتور، طرف الموجب للإيديو هيوصل للإيميتر مع طرف البطارية السالب. هنستخدم مكثف قيمته 1000 مايكروفراد، هنوصل الطرف الموجب بطرف البيز، والطرف السالب هيكون دخول الصوت الطرف السالب. الطرف الموجب للمكثف هيوصل بطرف البيز. انتهينا من توصيل الطرف الموجب للمكثف بطرف البيز ومقاومة قيمتها 1 كيلو أوم بطرف البيز. هنجيب كابل دخول الصوت. الكابل ده أنا مصممه فحصل العكس بالأسلاك، الطرف السالب هو الطرف الأحمر والطرف الموجب هو الطرف الأسود. الطرف السالب للصوت هنوصله بالطرف السالب بالمكثف. والطرف الموجب هنوصله بطرف الإيميتر. بعد ما انتهينا من توصيل هنجيب كابل نوصل طرف المقاومة بالسماعة. وكابل هنوصل بيه جسم ترانزستور اللي هو طرف الكوليكتور بطرف السماعة الآخر، وهنوصل طرف الإيميتر بالطرف السالب للبطارية 3.7 فولت بطارية موبايل أو الطرف الموجب هنوصله بطرف المقاومة أو طرف البيز اللي هو الطرف اللي رايح للسماعة. زي ما حضراتكم شايفين هنشغل السماعة. هنشغل صوتين بحيث حقوق طبع ونشر. إذا حضراتكم سامعين الصوت، صوت عالي. وبكده نكون انتهينا حلقة النهاردة عن ازاي تصمم مضخم للصوت باستخدام ترانزستور 13003 استخرجناه من لمبة نيون. شكرا لمتابعين قناتكم دانا، اتمنى تكونوا استفدتوا معنا. الرجال اشترك بالقناة وتفعيل زر الجرس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.